قوافل إغاثة ومجهودات كبيرة تبذلها مصالح الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية ببرج بوعريريج تزامناً مع موجة الثلوج التي تضرب المناطق الشمالية والغربية للولاية. وكانت وجهتنا منطقة زمورة وغنزات على الحدود بين ولايتي سطيف وبرج بوعريريج لمتابعة فك العزلة على الطريق الوطني رقم 76 من طرف مصالح الدرك الوطني مرفوقة بالأشغال العمومية والبلدية. منذ تلقي النشرية الخاصة بوجود تساقطات يعني للثلوج بكميات معتبرة، وخاصة نحن على ولاية برج بوعريريج اللي فيها العديد من المرتفعات الجبلية، ومباشرة عند أول التساقطات تنغلق معظم الطرقات وتنسد في وجه حركة المرور. التدخلات يعني كانت من الصباح من 8 الصباح حتى الساعة الحالية. تم تسخير عدد كامل تاع الاشغال العموميه والمتمثل في 6 كحيث كسحه الثلوج، وكذلك يعني المداومه الليليه في وسط فرق الصيانه. وبالرغم من التحذيرات وحملات التحسيس لتفادي التنقل في مثل هذه الوضعيه الا في حالات الضروره القصوى، الا ان تهور بعض المواطنين يضعهم في خطر كبير بعد انسداد الطرقات في اماكن معزوله وصعبه جدا. الحمد لله كاين استجابه، في رانا قياده الدرك الوطني دارت موقع خاص يعطي المعلومات الانيه على مستوى شبكه الطرقات لموقع طريقي هذا، والمعلومه مباشره يتم حجزها على مستوى التطبيقات الخاصه بهذا الموقع من اجل اعلام المواطنين ومستعملي الطريق بان هناك طرق يعني صعبه للمرور. الحيطه والحذر، والواحد ينظر لهذا اليوم هذه اللحظه هذه على انها متعه السياحه، ما ينظرش لها على أنه لازم يغصب لازم يلحق لازم كذا. وتبقى مصالح الدرك الوطني في حالة تأهب ويقظة للاستجابة لكل نداءات الإغاثة، ويبقى الرقم الأخضر 1055 هو السبيل الوحيد للنجاة في حال توفر شبكة الهاتف النقال في هذه المناطق الجبلية المعزولة.